السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم فيديو هو تاع طباعة وسادة تاع حنة. كيما تشوفوا هاي ليكم القطيفة، هذه جبتها للكليونت مخيطة واجدة. هاي ليكم، صح نسحقوا، اكيد راح نسحقوا الوسادة هذه، وراح نحتاجوا الفليكس اللي هو هذا او الفينيل الحراري. ها هو فليكس دوغي ميغوار، ها هو شكله من الخلف، ها هنا نقصه وهذا الشكل تاعو. هذا الفينيل الحراري هو يتباع بالرولو، يتباع فين هاك بالرولو. هاي ليكم، احنا نسموه الفليكس او الفينيل الحراري، معناها راح يلصق بالمكبس الحراري او لابريس ساشو. راح نحتاج طبيعة الحال الى مقص الكتروني، بلوتر، كل واحد واش عنده. انا عندي جهاز الكاميو. راح نحتاج كذلك الى المكبس الحراري، هذا كما تشوفوا فيه، هذا المكبس اللي راح نسخنوهم بعد ونخدمو به. هذه لابريس اشو او المكبس الحراري، معناها راح نحتاجو الى المكبس، الى جهاز القص الالكتروني او البلوتر او كريكيت او كاميو، المهم كل واحد حسب. درك هذو هما الحاجات اللي راح نسحقوهم. الان راح ننتقلو الى التصميم، كيفاش راح نديروه. اولا قبل التصميم راح نقيسو نحنا المساحة تاع المخدة تاعنا، هذه الطول والعرض بالمسطرة، باش نديرو نحنا التصميم تاعنا، باش نبعد الاسماء اللي راح نلصقوهم ما يفوتوش. تقريبا المخدة راهي 33 سنتيم، 33 سنتيمتر، هاي مربى يعني، راح نقيسو 33 كيما تشوفو ولا 34. بعد نحنا نشوفو الاسم مثلا قداش المساحة تاعو اللي راح نكتبوها فيه. درك نفهمكم انا كيفاش ندير التصميم. راح نفتح ملف 34 سنتيم على 34 سنتيم في برنامج القص. كيما تلاحظوا انا فتحت برنامج القص سيركات برو، هاوليكم. راح نحط المساحة، راح تخرج لك من الواجهة هذه عند الفتح. ها هو البرنامج واش اسمه، سيركات برو، هاوليكم. ما عرفش يبان لكم ولا لا، درك نوريه لكم، حكيت عليه سابقا. درك في كي نفتحوا البرنامج هذه الواجهه راح تخرج لينا، باش نخيروا نحنا مساحة العمل تاعنا. راح ندير 34 سنتيم على 34، 34 عفوا، 34 سنتيم. لهنا يقول لك اوريزونتال ولا فيرتيكال، تخيروا على رواحكم. ديجا هو مربع، لهنا بالانيتي سنتيم ولا الانش ولا واش حابين تخدموا. انا درت بالسنتيم، ندير اوكي. هاي الواجهات فتحت لينا، تسمى هذه المساحه هي المخده تاعنا. العروسه قالت لي ديري لي اسم حنه ناديه فقط، وديري لي خمسه من وخمسه من. انا واش رحت درت، ما درت والو، رحت الاوبرا ولا جوجل ولا واش درت، كتبت اسم ناديه مزخرف، حملته كيما راكم تشوفوا كيما هاك. ومن بعد رحت البرنامج موقع ريموف باك جراوند، هذا شوفوا هذا الموقع اسمه ريموف باك جراوند، نحيت له الخلفيه تاعها. يعني الخطوه دي تقدروا تستغنوا عليها يا جماعه نورمال، لكن انا ندير كيما هاك. من بعد عندي ثاني الخمسة حملتها عادي. من بعد واش راح نديرو كيما تشوفو، درك انا نشوفو اسم نادية قبل ما نحيدو الخلفية، نهزو نورمال نقدر نطرسيه عادي. سمعت وشوف، درك نوريكم كيفاش. ها واش راح ندير بعد ما نجلسيه، نروح لكلمة تراس هذه، هاي ليكم، نكليكي عليها. ها هاي تراس، ربي يبارك، يعني بلا ما نحي لها الخلفيه. ها من بعد واش راح ندير،
بعد ما ندير طراسي ندير اوكي. واش راح نديرو؟ نحو الاوريجينال ونخلو غير طراسي. هاي ليكم. واش بقت لينا؟ نحنا بقت لينا الزايد هذا. نستعملو الميمحات من هنا على يسار التطبيق. هاي ليكم لهنا. نعطيكم طريقتين يعني. ها تمحو هذه اسلام معنا ما نديرو بها. هاي ليكم تمحت. والا كاينه طريقه واحده اخرى نعاود نرجع ليكم كيفاه كانت. ها واش نديرو؟ نرجع مثلا رجعت خطوه اخرى. دقيقه سمحوني سمحولي. هذه نحاها. نسيليكسيونو التراسي هذا تاع نادية كيما هك، او نقوم بتحديد الاسم ونضغط بلاتوش دروات ونديرو كلمة سيباري، ولا بغيك ابار تلقاها بالانجليزية بريك ابار، ولا بالفرنسية سيباري معناها راح نسيبارو نحنا الشكل هذا على بعضه. واش راح نديرو؟ نهزو هذه نديرو سيباري. درك الطريقه هذه راح تنحينا اي حاجه ما نسحقوهاش. ها اي شيء حابين تحذفوه ها يتنحى بسهوله. زوم وتحبوا تزوموا وتنحوا وتكبروا وتسيليكسيونوا هاك بشوي. ها الطريقه هذه تقدروا تنحوا اي حاجه على حده. ها حابين تنحوا النقاط نحوهم، حابين نفصلوا الشكل هذا نفصلوه على بعضه. هذه الطريقه ثنا ملاحة. واش نديرو درك؟ نعاود نرجع ليكم. درك انا عندي كلمة حنت نادية، شوفوا اسم نادية هاو مزخرف لاباس عليه. درك انا كي نحب بعد ما درت سيباري يا اخي حبيت انا ما نخليش انا الحروف هذو هكي نقدر نحركهم، واش نزيدو نديرو؟ نديرو سيليكسيوني من بعد كنديرو غروبي. هاي ليكم راح يرجع الاسم عادي ماهوش متفرق. هذه اللقطه هذه نستحقوها كي نحبوا نخدموا الفليكس بلي كولور، يعني نسيبارو مثلا نحبوا نادي حرف احمر، ولا في رسم مثلا العيون نديروهم بلون، ومثلا لابوبي هذيك نديروها نوار. سما هكا نسيبارو لي كولور بالطريقه هذه. انا كلمه حنا ما مهما درت الخطوط المزخرفه ما لجيتنيش، رحت تيليشارجيت اسم جنه مزخرف. من بعد واش راح ندير؟ ها هي جنة هذه، باش نحي لها النقطة ونرجعها حنة برك، باش ما نضطرش نكتب اسم مزخرف. ما لقيتش خط مزخرف يجي اسوغتي مع مع اسم نادي هذا. واش راح ندير؟ نطراسي الاسم ونحي له النقطة فقط كيما تشوفوا. اوكي نفس الخطوة الأولى. اها شوفوا كلمة حنة هذه، باش ندير حنة نادية. ديجا هذه هي جنة. يا نمحي بالميمحات كيما قلت لكم، نحي حرف نحو النقطة برك هذه فقط. فوالا ها نحب ندير زوز نقاط من هنا. واش راح ندير دوك؟ نروح نهز هذه ندير منها كوبي، نهز لها زوز نقاط فقط لنسحقهم هذو، نجيبهم نديرهم لهنا. نروح نسيبريمها هذه اصلا بيسك البرنامج هذا لا يدعم اللغه العربيه. هذا البرنامج لا يدعم اللغه العربيه. من بعد ما زدت النقاط الحنه هذه راح نسيليكسيونيهم مع بعض. المهم سيليكسيونيتهم هاو كامل ودرتهم غروبي. هاي ولد حنه وحدها. درك بقات لينا درك تخيلوا هذه الوساده تاعكم نتوما. فوالا شوف نديرو نادي لهنا. الموديل راهي باعثه هولي ديجا. درك نشوف كيفاش ندير، نحط الخمسه هذيك اللي قالت لي عليها، فهمت ولا لا؟ الخمسه ديجا هاني نتيلي شارجيتها من قبل. ها هيا نزيد نجيبها حتى هي لهنا، نصغر فيها شوي.
وندير لها تراسي نفس الخطوة الأولى. بعد هاي ليكم، أنا راح نحي ختان مبارك. شوفوا البرنامج الواجهة كي تراسي وش يخرج عندنا لهنا، موديفي لو مود، نكليكو لهنا ونديرو هذه ونديرو روكادري من هنا. ها نحو هذه ونحو هذه، تحبوا من بعد سبريميهم ولا تقدروا لهنا ديروا لهم لقطه هذه برك، نحن نحتاجوا غير الخمسه فقط. ومن بعد نديروا اوكي، نحي هذه الاوريجينال ونجيب الخمسه تاعي هاي مدرقه من تحت، هاي نجيبها لهنا هاي فوالا، ونقص لها في الحجم. الحجم تحبوا تنقصوا من هنا من الواجهه، ها تنقصوا ها عندكم من هنا كيفاش تنقصوا الحجم. هاي نكليكي هي تنقص تنقصينو نقصوا هاك برك بال بهذوما، ها كليكي لهنا ونضغط ونصغر حسب الحجم اللي راح نسحقو. برك شوفوا كي درت انايا روكادري عندي زايد لهنا شويه، دوك نروح نمحيه برك بالممحات عادي. ها فقط ها برك هي قالت لي ديري لي زوز خمسة من وخمسة من، انا ما نعرف الشرع انا يقول لك حرام. واش راح ندير انا برك، راح ندير الخمسة هذه ندير عليها كوبي. اها شغل راح نتخيل لنا شكل المخدة تاعي واش راح يكون. هي فوالا راح نديرو الشكل كيما هك، هذا هو هذه هي المخدة تاعها واش راح يكون فيها. راح تلصق حنة نادية، ممكن نكبر شوي في اسم نادية ممكن هاك فقط. هاي ليكم، ينقص الإضاءة. أنا دائما كي نصور تخرج لكم زاوية ياسر ما تبانش. هاوليكم درك واش راح نديرو، انا مش راح نخلي الرسم زي هكا مفرق كبير، راح نحشرهم بحذا بعضاهم بعد نقص بالمقص. شوف درك يا جماعه البرنامج هذا ما يدعمش اللغه العربيه، كي تحبوا تخدموا نتوما البرنامج تكتبوا بالفوتوشوب وتروحوا تكسبورتوا الفيشي بي ان جي، والا تدخلوا لواحد السيت درك نعتهولكم، تروحوا لجوجل ولا اي موقع او اي متصفح عندكم، اكتبوا الموقع ارابيك تكست كيما هك اسمه ارابيك تكست، خليه تتشارجا برك ونوريكم. تروحوا لاي متصفح عندكم اكتبوا في الرشارش ارابيك ارابيك تكست كيما هك، تدخل موقع هذا ارابيك تكست. واش نديرو، نضغطو في الموقع هذا راح تتفتح ليكم الواجهة هذه كيما تشوفو، هاهو ارابيك تكست. يا اخي نروحو لهنا ونكتبو حنة سنرجعو عربية، هذا لأي برنامج لا يدعم اللغة العربية، مش معناه هذا بركة أي برنامج. حنة نادية كتبناها، واش نروحو ندير، نكليكو في الأسهم هذوما ونقلبوها. شوف كيفاش تقلبت. من بعد واش نديرو، نديرو كوبي ونروحوا البرنامج تاعنا لأي برنامج لا يدعم اللغة العربية. بريسك هذوما البرامج كل تاع القص ما يدعموش اللغة العربية. نروحوا لأي البرنامج تاعنا ونديروا تكست، شغل راح نكتبوا تكست من الأول، ونكليكوا لهنا ونديروا كولي. شفتوها ولا لا؟ ها هزيناها مقلوبة رجعت قد قد نورمال، بيسك شوفوا كي نكتبوا لهنا التكست تاعنا وحدنا ها في البرنامج هذا. شوفوا حنت نادية شوف كيف تخرج،
تخرج مقلوبة لأن البرنامج لا يدعم اللغة العربية، سواء البرنامج هذا ولا برنامج السيلوات كاميو. شوف ها هو برنامج السيلوات تاع الكاميو، هاو ليكم نجربو نكتبو تكست اونراب، ما نعرف هذا يدعم ولا لا، وقيلا يدعم العربية البرنامج هذا. حنت نادية حتى هو ما يدعمهاش. ها حنت نادية تخرج مقلوبة. لا واش راح نديرو، نديرو بنفس الفكرة، ها نديرو كولي، هاي خرج ليك صحيحة. ومن بعد بدلوا نوع الخط على ارواحكم، هذه معلومه ثانويه فقط نتمنى تستفادوا منها. راح نرجعوا للاخر تاعنا، راح نمحي الشيء هذا الزايد اللي شرحته لكم. فوالا ها درك راح نحشروا، نحنا درك الفليكس غالي مش راح نفزتوه، راح نفرقوه كيما هيك، نروحوا نلصقوهم في بعضاهم باش ما نفزدوش الفليكس. تحبوا تحشروه بالطريقة هذه، المهم دبر راسكم، المهم بالطريقة اللي ما تفزدوش به الفليكس تاعكم وخلاص. لهنا الفليكس يا جماعة أو الفينيل الحراري لازم له نخدموه مقلوب، يعني في وقت القص أنا هكا نخدم. شوف واللي يحب يدير يزيد شوية الأخرى يغيض الفليكس يفزد، واش نديرو لهنا؟ نزيدو قلوب، نزيدو نجوم، واش نحبو نزيدو نزيدو يا اخي، نديرو نجمة. هام الاشكال يخرج لكم لهنا كي تكليكو على الرمز هذا. نديرو قلب مثلا، نديرو نجوم، اي حاجة نديرو شوي اشكال، من بعد نزينو بهم الوسادة. فهمت ولا لا؟ ها نعمر الفراغات هذوما برك، نحاول نزينو بهم الوسادة تاعنا ونصغروهم. جماعة صغروا نخدم بيد ونصور، نتوما ديروا الت و هاو الشكل شفتوه في زد لي لازم كليكي على الت والاخر ونخدم. انا راني نصور بيد ونخدم بيد، معذرة. الاسونسيال نتمنى برك تكونوا تفهموا عليا وخلاص. كي تزيدوا شكل ديروا الت، بعدا كندير كوبي ونعمر شوي فراغات. القلب هذا كيف كيف ننقص له شوي في الحجم، بيسك راهو كبير عم بالك ما تشوفوش، وكيما هاك من بعد يولي كبير في القص. نضبطو شوي شكله ممغط، المهم هكذا باش ما يروحش الفيديو هذا كله يغيظني. انا ما نكذبش عليكم فليكس غالي، تحبوا تضحكوا تضحكوا، الاقتصاد هو الرسمي. ها كل مره نشرح لكم شوي في البرنامج هذا، البرنامج رائع. انا درك نقول لكم واحد الحاجه، البرنامج هذا يمشي بالكراك تاعو لهنا، مانيش ما انستاليته مليح في البي سي هذا. واش راح ندير؟ نحملو، عندي ميكرو قديم، نحاول نكسبورت الملف هذا اس في جي، ومن بعديك نروح نديرو في البي سي الاخر. شوفوا الان راح ننتقلوا للجهاز السيلوات، كي نفتحوه راح نلقوا كلمه تحميل او تفريغ، كما تشوفوا راح نلقوا فيه لي غولمو هذوما، هم من واش يتكونوا، هذم هما اللي راح يحكموا لينا نحنا الفينيل او الفليكس. واش راح نديروا؟ عنده فيه المسافه هذه ما لازمش نديباساها، عندهم خط هذا معين، عندنا لهنا هذا نحركوه، نتحكموا حنا في البكره هذه لهنا. شوفوا راح تلقوا فيها شكل كشغل كادنا، هو ما في بان لكم ولا لا؟ لازم هنا نقفلوها باش ما يتحركوش، ومن بعد نضغطوا على هذا ونغلقوا. واش نديروا نحن؟ عندنا الفينيل هذا كاين شكل ارجنتين من هنا دوغي، راح نحطوه على الجهه اللي ماهيش لامعه، راح نحطوه هك بالطريقه هذه
ها هو اخر حد عنده ليرولمون هادو بالطريقه هذه، ونديرو تيلي شارجي ولا تحميل. لهنا نضغط على كلمه تحميل، ها بعد ما ضغطنا تحميل راح يسحبوا هذا ليرولمون الورق وحده. الان نلتقط قلتها وراح نكررها دائما في الفليكس، دائما لازم نقلب التصميم يا جماعة بالشكل هذا من اعدادات البرنامج. بعد نبعث الملف للقص، لحظة الشفرة تبقى تطلع وتهبط حتى تحدد العمق المعين اللي لازم باش يقص الفليكس. نصيحة، ديروا تيست قبل القص باش من بعد مش تبدو تقصوا بعديك تحللوا تلقوه مازال ما تقصش. خلاص ديروا تيست المرة الاولى ومن بعد كملوا. النصيحة الثانية بالنسبة للفليكس، لازم الفيتاس تكون ناقصة، يعني سرعة القص تكون أقصى أقل سرعة، عفوا الفيتاس أو سبيد يا جماعة أو السرعة، هم ثلاثة أسماء، يعني لازم يكون أقل سرعة عندكم لأنه الفليكس جاي خفيف وفليكسيبل، يعني كي تكون سرعة مرتفعة شوي راح يفسد لكم الديزاين ولا يتكمش أصلا في وسط البلوتير في اي جهاز. يعني في الفليكس حاولوا تنقصوا السرعه على قد ما تقدروا، والسرعه ثاني كي تعود حاجه فيها لي ديتايكم الرقاق خلاص كيما تشوفوا فيهم في الخمسه، يعني لازم تنقصوا السرعه باش تنجح ليكم عمليه القص وتكون لي ديتاي هذوكم كامل يخرجوا. كيما تلاحظوا صاي كملنا عمليه القص، راح نعاودوا نحوا الفليكس تاعنا ونبدو في عملية التنقية. كما تشوفوا خرجت نتيجة رائعة، باش تفهموا المبتدئات وعلاش نقلبوا التصميم لاحظوا، لأن راح نحطوا الفليكس بالاتجاه هذا يعني فوق المخدة باش يجيكم صحيح. ها من هنا يجي مقلوب، قصيناها مقلوبة بس كذلك هي الجهة اللي راح ننقاها، وهكا راح يتحط فوق المخدة تجي الكتابة مريقلة ماهيش مقلوبة. راح ننتقلوا لعملية تنقية الفليكس. الفليكس يحتاج إلى أدوات التنقية والتقشير، أنا ما عنديش للأسف الشديد، لكن لا بأس نستعينوا بالكيتار، نستعينوا بإبرة، بأي حاجة تكون حادة شوي نبدو ننقوا بها. تحبوا تنقوا هو الرسم كامل كما هك، واللي مازالوا ما يعرفوش تنحي الخمسة والاسم كل رسم على حدة وتنقوا بشوي، هو وسهل يعني مجرد تبدو تقشير وتسحبوا الفليكس راح يتسحب بسهولة تامة. كما تلاحظوا أنا راح نبدأ نستعمل الكتار، نبدأ نجبد جزء معين فقط أو مربط الفرس، ومن بعد راح نبدأ عملية التقشير نسحب فقط، ما تخافوش الشكل اللي راح نطبعه راح يبقى لاصق لأنه الفليكس فيه ورق شفاف لاصق كما تلاحظوا. سيرتو النوعية تاع الفليكس المليح تعرفوها من البابي ترانسفير هذا تاعو، يعني ولا الورق هذا شفاف كي تمسوه تلقوه يلصق مليح، اعرفوه بلي راهو مليح. كذلك النوعية الخشينة تاع الفليكس هي الأحسن، هذاك اللي تلقوه رقيق خلاص شوية يتعب وتخافوا في لابريس انو يذوب ليكم. انا راح نزرب شوية الفيديو حتى نكمل التنقية ونرجع لكم بإذن الله. متابعة طيبة للجميع. بعد ما كملنا تنقية فليكس قصينا كل حاجه وحدها باش نبدو نوجدو نحن الديزاين تاعنا. هذه كملت الخمسه الثانيه ونعاودو نحدو الشكل نحن اللي طلبته منا الكليونت. الفينيل يا جماعه فيه هذاك الشفاف او الترانسفير تاعو عباره على غراء، المهم راح يكون لاصق، لصقوه كيما هاك ونحطوه في لابريس ونديرو الوقت 330 على 15 ثانيه ونضغطو 15 ثانية. جماعة الخطوة تاع الضغط أنا نسيت مصورتهاش، كيما تلاحظوا راني حطيتها في المكبس الحراري
ومن بعد نحط فوقها ورق طبخ او قماش او اي حاجة يعني، ومن بعد نضغطه بالبريس 15 ثانية، نستنوه حتى يبرد، ومن بعد نبدو ننحو البابي ترانسفير هذاك. وهكذا كانت النتيجة النهائية المخدة تاع العروس هذه. جماعة هي نفس الفكرة تاع، ماشي غير تاع الحنة، تاع التيشيرت، تاع الدرا، تاع أي حاجة. هذه هي نفس الطريقة لعملية الفليكس، كيفاش نخدموه بصفة عامة، سواء في مخدة تاع عروس يصلح للختان. دوك نحط لكم نماذج في آخر الفيديو، نفس الطريقة تتبعوها ونفس الخطوات. يا جماعة كاين أسرار فقط اللي قلتهم لكم تبعوهم، إن شاء الله تنجحوا فيهم. هذا النماذج هزيتهم لكم الإنترنت، يصلح للختان، يصلح لديكورات الصالونات، للتيشيرت، يصلح لكلش. تسمى هذه نفس الطريقة اللي راح تتبعوها. ونتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، وإلى اللقاء.